السلام عليكم متابعي قناة أسرار العقل، مرحبا بكم. احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت جوجل بذكرى ميلاد الرسام والنحات الجزائري الراحل محمد خدة. ولد خدة في 14 مارس عام 1930 في مدينة مستغانم الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي عاصمة ولاية جزائرية بذات الاسم. ويعتبر خدة أحد مؤسسي فن الرسم الجزائري المعاصر وأحد أعمدة ما يعرف بمدرسة الإشارة، وتعلم الرسم عن طريق المراسلة عام 1947، وعمل بمرسم جراند شومير الفرنسي المعروف في باريس عام 1952، ثم عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال، حيث أقام معرضه الفني الأول هناك بعنوان السلام الضائع عام 1963. وكان يعشق شجرة الزيتون التي تعد عنصرا بارزا في البيئة المتوسطية بشكل عام والجزائرية بشكل خاص، كما عبر عن اهتمامه بالعمران الإسلامي. وفي مرحلة لاحقة من حياته الفنية انتقل خدة من أسلوب التصوير في الرسم والنحت إلى أسلوب آخر يصفه بعدم التصوير، مفضلا هذه الكلمة على كلمة التجريد التي كان يعتبرها ثورية إلى حد كبير بحسب دراسة أكاديمية تناولت أعماله. كما تميز بتوظيف الحرف العربي كعنصر في الفن التشكيلي بسبب مرونته وقابليتها الكبيرة للحركة والتشكيل. وجمع خدة أعماله في كتابين هما صفحات متناثرة مترابطة ومعطيات من أجل فن جديد، وترك الفنان الراحل العديد من الإبداعات البصرية خلفه، مثل مقام شهيد في ولاية المسيلة الجزائرية، وعمل فني بمطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، وتولى رسم لوحات لمؤلفات عديدة وتصميم الملابس والديكورات لمسرحيات جزائرية. كما توجد أعماله بالمتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر ومتحف الفن الحديد في باريس. وتوفي خدة في العاصمة الجزائرية يوم 4 مارس عام 1991. وفي 2015 أطلقت الجزائر جائزة للفنون التشكيلية تحمل اسم الفنان الراحل، وتمنح لمبدعي هذا الفن في العالم العربي. إن أعجبكم موضوع اليوم لا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقا أسفل القناة وتشاركوا الفيديوهات مع أصدقائكم لنستمر في نشر فيديوهات جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.